رحل لي كوان يو في الساعة 3:30 صباح 23 من مارس عام 2015 ليغيب الموت صانع نهضة سنغافورة وأهم قادتها السياسيين. لكن من هو لي كوان يو؟ وكيف كانت سنغافورة قبل توليه حكم البلاد؟ وكيف أصبحت بعده؟ سنغافورة قبل النهضة. لم تكن سنغافورة تمتلك مقومات الدولة ولا الأمة، فهي ليست سوى جزيرة صغيرة مليئة بالمستنقعات والبعوض، ولا تزيد مساحتها على 618 كيلومترا مربعا، وكانت تعيش على نشاط قاعدتين عسكريتين بريطانيتين يقطنها مهاجرون ينتمون لأعراق مختلفة. انضمت سنغافورة إلى الاتحاد الماليزي عام 1963 بعد الاستقلال عن بريطانيا، لكن بعد سنتين فقط قررت ماليزيا التخلي عنها، فكانت صفعة قوية في وجه البلد الصغير الفقير محدود الموارد خاصة المياه، فكانت ماليزيا تشكل المصدر الوحيد للمياه للسنغافوريين. انتشرت المظاهرات والجرائم، وأصبحت سنغافورة واحدة من أخطر البقاع في العالم. البحث عن الطريق. كان رئيس وزراء سنغافورة حينها لي كوان يو ومعه فريق من أفضل الخبراء بحكومته، حيث وضعوا خطة للنهوض بالبلاد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع السنغافوريين للتعلم بأي وسيلة، فالوقت هو وقت العمل. استحدثت سنغافورة طرقاً مبتكرة للتشييد وصناعة السفن وهندسة المعادن والبتروكيماويات والأدوات الكهربائية، واستثمرت بها أكبر الشركات العالمية مثل شيل وإيسو، ومنحتهم الدولة امتيازات ضريبية وقانونية لترويج الاستثمار. بحلول التسعينيات أصبحت سنغافورة الثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، وتصدرت العالم في إنتاج البتروكيماويات، وأصبح مضيق ملقا السنغافوري يسيطر على 40% من التجارة البحرية في العالم، وزاد دخل الفرد من 430 دولار إلى 80,000 دولار سنوياً، حيث أصبحت سادس أكبر دولة في نصيب الفرد من الناتج المحلي، وانخفضت نسبة البطالة إلى 2% فقط. الوزير المعلم. استطاع لي كوان أو الوزير المعلم أن يحول سنغافورة من بلد ذات دخل منخفض إلى بلد ذات دخل مرتفع، ويعتبر المؤسس الأول لسنغافورة الحديثة وأطول رئيس وزراء في التاريخ يشغل ذلك المنصب، كما أنه واحد من أكثر الشخصيات السياسية تأثيراً في آسيا، إذ عرف بشخصيته القوية الواقعية وبعقليته العملية، فمن المعروف أن تفكيره كان بين الخليط الساحر من الجاذبية والخوف. واشتهرت مقولة لي كوان عن حلمه بتحويل سنغافورة إلى واحة من العالم الأول في منطقة من العالم الثالث، وهذا ما تحقق على أرض الواقع. التحليق مع الكبار. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إذ ارتفع خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010 من 163 مليار دولار سنغافوري إلى 304 مليار، ونتيجة للموقف المالي الجيد وفوائض ميزانية متسقة على مر السنين، حققت سنغافورة مستوى عالي من الاحتياطات الأجنبية لتصنف بأقوى تصنيف ائتماني طويل الأجل للديون السيادية في آسيا. سنغافورة اليوم. سنغافورة اليوم عبارة عن مجتمع صناعي فائق، وتستمر التجارة الوسيطة لتلعب دوراً رئيسياً في اقتصادها. أما الصناعة السياحية في سنغافورة فتعتبر من الصناعات المزدهرة أيضاً، وتجذب أكثر من 10 مليون زائر سنوياً، وكذلك أصبحت صناعة السياحة الطبية وسياحة الطهي في البلاد من الصناعات الرائدة، وذلك بفضل تراثها الثقافي وتقدم التكنولوجيا الطبية بها. أما مستويات الفساد والجريمة فتعد الأقل على مستوى العالم، إذ تطبق القوانين بشكل صارم، وتعتبر من أفضل الأماكن للعيش على وجه الأرض، حيث توفر البلاد أحسن بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية في العالم، وتأتي من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً.